قضاة ستة. وعمل ولاد إسرائيل الشر في عينين الرب، فزقهم الرب في إيد مديان 7 سنين، فبقت إيد مديان عزيزة على إسرائيل. بسبب المديانيين عمل ولاد إسرائيل لنفسهم الكهوف اللي في الجبال والمغارات والحصون. ولما يزرع إسرائيل كان المديانيين والعمالقة ولاد الشرق يطلعوا عليهم وينزلوا عليهم ويبوظوا غلة الأرض لحد ما وانت جاي كده الغزة، وما يسيبوش لإسرائيل أكل عشان يعيشوا، ولا غنم ولا بقر ولا حمير، لأنهم كانوا بيطلعوا بالمواشي بتاعتهم والخيام بتاعتهم وييجوا زي الجارات في الكترة وملهمش ولا للجمال بتاعتهم عدد، ويدخلوا الأرض عشان يخربوها. فذل المديانيين إسرائيل قوي، وصرخ ولاد إسرائيل للرب. وحصل لما صرخ ولاد إسرائيل للرب بسبب المديانيين إن الرب بعت نبي لولاد إسرائيل، فقال لهم أهو كده قال الرب إله إسرائيل: أنا طلعتكم من مصر وخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من إيد المصريين ومن إيد كل اللي بيضايقوكوا، وطردتهم من قدامكم واديتكم أرضهم، وقلت لكم أنا الرب إلهكم. ما تخافوش آلهة الأموريين اللي انتم ساكنين أرضهم وما سمعتوش صوتي. وجه ملاك الرب وقعد تحت شجرة البلوط اللي في عفرة بتاعت يؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان بيخبط قمح في المعصرة عشان يهربوا من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معاك يا جبار القوة. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، لو كان الرب معانا فليه صبنا كل ده؟ وفين كل معجزاته اللي بلغنا بيها أبهاتنا وقالوا مش طلعنا الرب من مصر؟ ودلوقتي الرب رفضنا وخلانا في كف مديان. فتدور له الرب وقال: روح بقوتك دي وانقذ إسرائيل من كف مديان، مش أنا بعتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بإيه أنقذ إسرائيل؟ أدي عشرتي الأكتر ذل في منسة، وأنا أصغر واحد في بيت أبويا. فقال له الرب: أنا حبقى معك وهتضرب المديانيين زي راجل واحد. فقال له: لو كنت لقيت نعمة في عينيك فاعمل لي علامة إنك أنت بتكلمني، ما تمشيش من هنا لحد ما جيلك وخرج التقدمة بتاعتي وحطها قدامك. فقال: هفضل لحد ما ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معيز وقيف الدقيق في طير حوالي 23 لتر، أما اللحمة فحطها في سلة، وأما المرأة فحطها في قدر، وخرج بيها لي لتحت شجرة البلوط وقدمها. فقال له ملاك الله: خد اللحمة والفطير وحطهم على الصخرة دي وكب المرأة. فعمل كده، فمد ملاك الرب طرف العكاز اللي في إيده ولمس اللحمة والفطير، فطلعت نار من الصخرة وأكلت اللحمة والفطير، وراح ملاك الرب عن عينيه. فشاف جدعون إنه ملاك الرب، فقال جدعون: آه يا سيدي الرب، لأني شفت ملاك الرب وش الوش. فقال له الرب: السلام ليك، ما تخافش، ما تموتش. فبنى جدعون هناك مذبح للرب وسماه يهوى شالوم، يعني الرب سلام. لحد اليوم ده لسه في عفرة بتاعت الأبي عزريين. وحصل في الليلة دي إن الرب قال له: خد طور البقر بتاع أبوك وطور تاني ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل بتاع أبوك وجز العمود العالي اللي عنده، وابني مذبح للرب إلهك على راس الحصن ده ورتب حجارته، وخد الطور التاني وطلع محرقة على حطب العمود العالي اللي جزيته. فخد جدعون 10 رجالة من العبيد بتوعه وعمل زي ما كلمه الرب، وعشان كان بيخاف من بيت أبوه وأهل المدينة إنه يعمل ده في الصبح فعمله بالليل. فطلع أهل المدينة تاني يوم بدري وفين مذبح البعل اتهدم والعمود العالي اللي عنده الجز، والطور التاني اتطلع على المذبح اللي اتبنى. فقالوا الواحد لصاحبه: مين عمل الحكاية دي؟ فسألوا دوروا فقالوا: جدعون ابن يؤاش عمل الحكاية دي. فقال أهل المدينة ليؤاش: خرج ابنك عشان يموت لأنه هدم مذبح البعل وجز العمود العالي اللي عنده. فقال يؤاش لكل اللي قايمين عليه: انتوا بتحاربوا للبعل
ولا انتوا اللي هتنقذوه؟ اللي يحارب له يتقتل الصبح ده، لو كان إله يبقى يحارب لنفسه، لأن المذبح بتاعه اتهدم، فسماه في اليوم ده يربعل، يعني خصمه البعل، وقال يحاربوا البعل لأنه هد المذبح بتاعه. وتجمع كل المديانيين والعمالقة وولاد الشرق مع بعض، وعدوا ونزلوا في وادي يزرعيل، ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فتجمع رجالة أبي عزر وراه، وبعت رسل لكل منسة فتجمعوا هم كمان وراه، وبعت رسل لأشير وزبولون ونفتالي فطلعوا عشان يقابلوهم. وقال جدعون لله، لو كنت تنقذ بإيدي إسرائيل زي ما اتكلمت فأديني حاطت جزة الصوف في الجرن، فلو حصل ندى على الجزة لوحدها وجفاف على الأرض كلها أعرف إنك هتنقذ بإيدي إسرائيل زي ما اتكلمت. وحصل كده. فطلع تاني يوم بدري وضغط الجزة وعصر الندى من الجزة، ملو سلطانية مية. فقال جدعون لله، ما يحماش غضبك عليا، فاتكلم المرة دي بس، امتحن المرة دي بس، فيبقى جفاف في الجزة لوحدها وعلى كل الأرض يبقى في ندى. فعمل الله كده في الليلة دي، فبقى جفاف في الجزة لوحدها وعلى الأرض كلها كان في ندى.